من حب مهنة الإعلام ما قتل. هكذا إذن انقضى عام على رحيل الزميل الإعلامي حمزة بركاوي، أحد أبناء مجمع الشروق البارين، وسبب داء الملاريا الذي أصيب به في تغطيته لفعاليات كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون، والذي سرعه لمدة طويلة. فكانت صدمة فقده آنذاك لها من وقع الحزن النصيب الأكبر. نعاه الوسط الإعلامي والرياضي، وكان بركاوي خسارة كبيرة لهما، ولكنها مشيئته تعالى. نقول دائما مقولتنا: يرحل الرجال ويبقى الأثر. كذلك ترحل الأقلام والأصوات والحضور، وتبقى الذكرى والإبداع والصدق في نقل الخبر. وهذا الذي بذكراه اليوم، وتزامنا مع قرب انطلاق مباريات كأس إفريقيا للأمم، نذكر بل نرفع راية التحذير لكل من سيتنقل لكوديفوار من طاقم صحفي ومشجعين، بأخذ كل تدابير الحيطة والحذر من مختلف أنواع الأوبئة المنتشرة في دول جنوب إفريقيا.